بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل العالمين. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض هلو 2024 على كود فورسز. هنحل بإذن الله A و B و C و D و F1. طيب نبدأ بإيه؟ في المسألة ديت بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنت معاك شخصين، كل شخص فيهم عنده محفظة، والمحفظة ديت فيها عدد من الكوينز. طيب كل لاعب من حقه ان هو يعمل حركة من حركتين، يا اما يبدل المحفظة بتاعته بالمحفظة بتاعت الشخص التاني، او ان هو يسيب المحفظة بتاعته زي ما هي، والمهم ان هو هيمسح كوين او هيشيل كوين من المحفظة اللي معاه. الفكرة بقى او مين اللي هيكسب، الخسران هو اللي مش هيعرف يلعب اي لعبة. يعني مثلا خلينا نقول ان اللاعب الاول مع واحد واللاعب التاني مع واحد، هيجي اللاعب الاول هيمسح واحد من هنا، هيقول لك لا انا مش هغير المحفظة بتاعتي، يمسح واحد فيبقى مع صفر، واللاعب التاني برضو يمسح اللعبة، فيجي اللاعب الاول ما يعرفش يمسح حاجة فكده يخسر، يبقى الإجابة عند اللاعب التاني اللي هو البوب. طيب وليكن مثلا واحد واربعة، واحد واربعة، فاللاعب الأول هيمسح من المحفظة بتاعته عادي، يجي اللاعب التاني يمسح يبقى تلاتة، اللاعب الأول يمسح من يقول لك بقى أنا عايز أبدل لأن أنا ما معيش فأنا عايز أبدل، فيبقى تلاتة وصفر، وبعد كده يمسح واحدة فيبقى اتنين، يجي اللاعب التاني يقول لك لأ هات لي المحفظة الأولى فيروح ماسح منها تبقى واحدة، يجي اللاعب الأول يمسح ديت تبقى زيرو، اللاعب التاني ما يعرفش يمسح حاجة، وبكده يبقى اللاعب الأول هو اللي هيكسب. الشاهد في الموضوع او اللي احنا وصلنا له ان انت دايما تقدر تمسح كوين سواء من عندك او من عند غيرك، فكده حتة ان مقسومين اصلا على محفظتين ما بقتش فارقة. الفارق معايا هو عدد الكوينز الكلي، واللي هو هيحدد لي الاجابة. لو عدد الكوينز الكلي فردي فكده يبقى اللاعب الاول هو اللي هيكسب لان هو اللي بيمسح اول كوين، ولو عددهم زوجي فيبقى اللاعب التاني هو اللي هيكسب. نشوف الحل. لو مجموع الـ A والـ B أند مع واحد أو فردي، معنى كده إن أليس هو اللي هيكسب، غير كده بوب اللي هيكسب. طيب نيجي للمسألة التانية، بلس ماينس سبليت. المسألة ديت بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن أنت معاك ثواني نكلير. المسألة دي بتقول لك ان انت معاك سترينج عبارة عن بلس وماينس. خلينا نجيب تيست منهم نشتغل عليه، وليكن مثلا البلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس ماينس بلس ماينس، ده كده سترينج مثلا. كل عنصر كل عنصر هو بيعبر عن رقم، البلس هو بيعبر عن واحد، والماينس هو بيعبر عن سالب واحد. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تقسم السترنجات اهو زي ما هو قايل بالظبط. هنسبلت السترنج دوت لمجموعة من السب سترنجز، وبعد كده المفروض ان انت هتجمع كل سب سترنج انت قسمته، هتجيب له البناليتي بتاعته وتجمع مجموع البناليتيز لكل الايه لكل السب سترينجز. يعني ايه؟ يعني وليكن مثلا انا هقسم السترينج دوت لكده وكده وكده، ماشي كده بقى يبقى الاجابه بتاعتي هي مجموع البناليتي بتاعت الاول زائد البناليتي بتاعت التاني زائد البناليتي بتاعت التالت. طيب هي البناليتي دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب الصم، هو قايل بالظبط ايه؟ هو قايل الابسليوت للصم مضروب في اللينث، يبقى الصم جوه ابسليوت مضروب في اللينث. يعني هنا سالب واحد سوري واحد ناقص واحد زائد واحد طبعا بواحد مضروبة في اللينس اللي هو واحد، زائد هنا
سالب واحد الابسليوت ليها بواحد في، لا سوري، ديت المجموع واحد مضروب في تلاتة اللينس، وهنا واحد في واحد زائد موجب وسالب بصفر مضروب في اتنين. طيب كده أصبح المجموع بتاعي هيبقى كام؟ هنا هيبقى تلاتة زائد واحد زائد صفر اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي أربعة. طبعا ده مش الأوبتيمال، ده مش الأوبتيمال، بس أنا بوريكم احنا ممكن نقسم ازاي. طيب لو جينا خدنا بالنا إن أنت كل ما بتكبر السايز كل ما القيمة بتزيد، كل ما بتكبر السايز كل ما القيمة بتزيد، بس العلاقة، العلاقة هنا الصم لو زاد فحاصل الضرب هيزيد، الصم لو نزل عن الصفر بزيادة برضو حاصل الضرب هيزيد لأن احنا بناخد الأبسليوت. طيب برضو اللينث لما يزيد حاصل الضرب هيزيد، بمعنى إن أنت لو معاك عنصرين، لو معاك سوري خلينا نقول إن هما تلات عناصر، لو معاك تلات عناصر اللي هما بلس وبلس وبلس، الأحسن إن أنت تحطهم التلاتة في جروب واحد اللي هو هيبقى ساعتها مجموعهم تلاتة مضروب في اللينث بتاعهم اللي هو تلاتة اللي هو هيبقى بيساوي تسعة، ولا إن أنت تاخد كل واحد في جروب لوحده اللي هو هيبقى واحد في اللينث بتاعه واحد، يبقى واحد زائد واحد زائد واحد وساعتها الإجابة تبقى تلاتة. الأحسن طبعا إن كل واحد يبقى لوحده، ما تحاولش لا تزود اللينث ولا تزود الإيه ولا تزود الصم، بس في حاجة هتقلل لي الصم. خلي بالك ان هو في المسألة طالب المينيمم بوسيبل بناليتي، فايه الحاجة اللي تقلل لي الصم؟ الحاجة اللي تقلل لي الصم ان هما يوصلوا للصفر، هنا مثلا صفر في اتنين بصفر، فالحاجة اللي ممكن ان طبعا اللينث عمره ما هيكون صفر، الصم هو اللي ممكن يكون صفر، فاحنا على قد ما نقدر عايزين الصم يبقى بكام؟ يبقى بصفر. طيب والباقي، الباقي هناخد كل عنصر لوحده. ف ازاي بقى هنعرف الكلام دوت؟ انت عايز تخلي او عايز تجيب اكبر سب اري، اكبر سب اري المجموع عنده بصفار، وباقي العناصر هتاخد كل عنصر لوحده. بمعنى هنا مثلا في التيست دوت، يعني هنشتغل على نفس التيست بالظبط، ممكن نكلير البورد، وكان معانا بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس مثلا يعني، فساعتها هتلاقي ان انت معاك ايه؟ هتلاقي ان انت معاك البلس مع الماينس مع بلس مع ماينس مع بلس مع ماينس، ده كده بصفر، فانت هتاخده لوحده ويتبقى معاك ايه؟ ويتبقى معاك واحد. طيب هعرف ازاي، هعرف ازاي الصب اري الكبير اللي بيخليهم كلهم صفار؟ لو جيت خدت بالك ان انت معاك واحد وسالب واحد، معاك شوية من دول وشوية من دول، الواحد مع السالب واحد بصفر، فانت على قد ما تقدر عايز تاخد مجموعة من هنا تكون بتساوي المجموعة اللي من هنا اللي هو بالنسبة لي المينيموم فيهم، القليل فيهم هيبقى هو، يعني مثلا لو احنا معانا خمس وحايد وسبعة سالب واحد يبقى الإجابة هتبقى اتنين، تمام؟ يبقى هناخد خمسة من هنا مع خمسة من هنا هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي اتنين، يبقى احنا هنطبع ال n ناقص اتنين في المينيموم ما بين الواحد والسالب واحد، طبعا ال c n t عددهم. نشوف الكود، هيبقى معانا string لو لقينا ال s of i دوت بلس، هنسي بلس بلس، كده احنا جبنا ايه؟ كده احنا جبنا عدد البلسات، ويبقى ال n ماينس ايكوال، هنطبع ال n ناقص المينيموم مضروب في 2، المينيموم ما بين ايه؟ ما بين ال c وال n ماينس c اللي هو المينيموم ما بين الوحايد او السالب واحد، بس كده. طيب نيجي للمسألة التالتة، المسألة التالتة بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت معاك array من size n، والمفروض ان احنا عايزين نعمل البروسيس ديت علشان نحسب البناليتي. ايه هي بقى العملية دي؟ والله انت معاك array، ده الاري الاساسي بتاعك مثلا، وانت هيكون معاك اتنين arrays تانيين،
واحد اسمه اس وواحد اسمه تي. عند كل عنصر فيهم انت اللي هتختار، يا اما تحط العنصر ده في اس او تحط العنصر دوت في تي. طيب انا هختار بناء على ايه؟ هختار ان انت عايز تخلي التوتال بيناليتي اقل ما يمكن. فين هو عايز المينيمم بوسيبل بيناليتي؟ طب البيناليتي دي بتتحسب ازاي؟ والله مثلا يعني خلينا نجيب مثال، خلينا نجيب مثال، امسح لي كل الكلام ده. مثلا هنا هيبقى ال S وهنا هيبقى ال T. هاتلي مثال من هنا، 8 2 3 1 1 7 4 3. انت العناصر بتاعتك دي هتوزع منهم شوية هتحطهم في S وشوية هتحطهم في تي بنفس الترتيب. خلي بالك يعني هنا انت ممكن تختار ان انت تحط التمانية هنا، الاتنين يا تحطها بعد التمانية يا تحطها في بداية التي، وليكن هتحطها هنا. بعد كده التلاتة هتحطها هنا يا تحطها هنا، وليكن مثلا انا حطيت التلاتة هنا. بعد كده الواحد والواحد، وليكن مثلا انا حطيت الواحد هنا والواحد هنا. السبعة انا وليكن مثلا حطيتها هنا. الاربعة جيت حطيتها هنا. التلاتة جيت حطيتها هنا. أنا حر، ماشي. طيب البناليتي بتاعت كل array فيهم هو عدد العناصر، بص هو قالك ايه، هو عدد العناصر اللي العنصر أصغر من العنصر اللي بعده. بمعنى العنصر أصغر من العنصر اللي بعده، يعني هنا البناليتي هتبقى التمانية ديت أصغر من اللي بعدها ولا لأ؟ التمانية عند بعدها الاتنين. ثواني، هو هنا بيقولك ايه، العنصر أصغر من اللي بعده، فيبقى التمانية بعدها اتنين والاتنين بعدها واحد، تمام، والسبعة بعدها أربعة، يبقى دول كده تلاتة البناليتي بتاعتهم تلاتة. وهنا البناليتي كام؟ زيرو، مفيش عنصر أصغر من اللي بعده. لأ سوري سوري سوري، ده احنا عكسنا، هو عايز العنصر يكون أصغر من اللي بعده مش أكبر. يبقى العنصر أصغر من اللي بعده، 8 أكبر، الاتنين أكبر، الواحد بيساوي، الواحد أصغر من السبعة، فيبقى الواحد أصغر من اللي بعده وبس. يبقى كده البناليتي بتاعت ده واحد والبناليتي بتاعت دوت زيرو، يبقى مجموعهم بكام؟ مجموعهم بواحد، وده هيبقى الأوبتيمال، لأن هو هنا طابع الإجابة بكام؟ طابع الإجابة بواحد. طيب أنا إزاي بقى أعرف الإجابة الأوبتيمال؟ أو إزاي أعرف عند كل عنصر يا إما أضيفه في الأول ولا أضيفه في التاني؟ خلينا نشوف، خلينا نمشي بالطريقة الجريدي العادي جدا، بس هيكون فيها شوية تريكات. ايه بقى اللي انا هعمله دلوقتي؟ انت معاك عند اول عنصر انت معاك الاريه الاول فاضي والاريه التاني فاضي، خلاص خليه في الاريه الاول. فهنبش هنا التمانية، بعد كده هنيجي عند الاتنين. الاتنين دي هل هي تنفع تتحط هنا ولا ينفع تتحط هنا؟ تنفع تتحط في الاتنين، بس احنا خلينا شغالين على مكان واحد لحد ما نلاقي وقت ما ينفعش نبش فيه. بمعنى انت معاك التمانية جاي لك اتنين، هل الاتنين دي لو انا حطيتها بعد التمانية هتأثر في الإجابة؟ ما هي هتأثر في الإجابة لو هي أكبر من التمانية. هل هي أكبر من التمانية؟ لأ، خلاص حط لي الاتنين هنا. طيب بعد كده عندك التلاتة، التلاتة دي هتأثر في الإجابة لو أنا حطيتها هنا؟ هتأثر، فساعتها أحط التلاتة هنا، لأن أنا لو حطيتها هنا هتزود واحد على الإجابة لأن هي أكبر من الاتنين. طيب بعد كده هتلاقي الواحد، الواحد دوت أنا يا إما أحطه هنا يا إما أحطه هنا، لأن هو كده كده مش هيأثر في الإجابة. خلي بالك، خلي بالك إن كده الواحد ده مش هيأثر في الإجابة. طيب طالما هو مش هيأثر في الإجابة، أحطه عند الاتنين ولا أحطه عند التلاتة؟ الأحسن إن احنا نحطه عند القليل فيهم، فنحطه هنا. ليه بقى؟ خلينا نفترض خلينا نفترض إن أنت معاك مثلا اللاست هنا كان بتلاتة
واللاست هنا، او خلينا نقول بلاش تلاتة، ممكن نقول مثلا اللاست هنا كان بخمسة واللاست هنا كان بتسعة، ماشي؟ طيب وانت جالك وانت جالك مثلا أربعة، وانت جايلك أربعة، لو انت حطيت سوري، لو انت جايلك واحد وبعد كده أربعة، لو انت حطيت الواحد هنا، او خلينا نقول واحد وستة، لو انت حطيت الواحد بعد التسعة فهتحط الستة فين؟ سواء حطيتها هنا او هنا فالستة هتتحسب معاك. طيب لو انا جيت حطيت الواحد عند الخمسة، فانت ممكن تحط الستة بعد التسعة لان هي اصغر منها، بمعنى ان انت معاك رقمين، رقم كبير ورقم صغير، انت عايز الرقم اللي بعدك يجي يبقى في مجال ان هو يتحط ورا الرقم اكبر منه، يعني الرقم اللي قبلي اكبر مني، انا جاي عايز الرقم اللي قبلي يبقى اكبر مني، خلاص. يبقى انت لو معاك رقم كبير ورقم صغير فاحتمالية ان انا اكون اكبر من الصغير احتمالية كبيرة، بس في نفس الوقت احتمالية ان انا اكون اصغر من الكبير احتمالية كبيرة، بمعنى ان انت هنا معاك التسعة وهنا معاك الخمسة، يبقى انت هنا الارقام المتاحة ايه؟ الارقام المتاحة الستة والسبعة الخمسة والستة والسبعة والتمانية، تمام؟ الخمسة والستة والسبعة والتمانية، ان هما والتسعة كمان، ان هما يتضافوا هنا وفي نفس الوقت، يبقى احنا كده تعالى نكتبهم، الخمسة والستة، او بلاش يعني خلينا نكتب كل الحاجات اللي ممكن تتحط من غير ما تأثر في الإجابة، اللي هو هنا الخمسة ممكن يتحط بعدها الخمسة والأربعة والتلاتة والاتنين والواحد. طيب التسعة، التسعة ممكن يتحط بعدها كام؟ الستة والسبعة والتمانية والتسعة. طيب خلينا بقى نقول ان انت معاك الواحد، ده في حالة ان احنا لسه ما حطيناش الواحد. طيب في حالة ان انت حطيت الواحد، في حالة ان انت حطيت الواحد عند الخمسة، ماشي؟ فانت اصبح ايه الارقام اللي انت ممكن تضيفها؟ الارقام اللي انت ممكن تضيفها عند الخمسة وعند التسعة. عند الخمسة انت قادر تحط ايه؟ انت قادر تحط الواحد بس. عند التسعة انت ممكن تحط اي ارقام عادي، ماشي؟ لحد التسعة طبعا. طيب تعالى بقى نحط الواحد عند التسعة، لو حطينا الواحد عند التسعة فانت هيبقى معاك او خلينا نقول ان انت هنا هيبقى هنا هنا الواحد، هنا عند التسعة انت ممكن تحط واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. طيب لما الواحد بقى عند الخمسة، سوري، لما الواحد بقى عند التسعة، لما الواحد بقى عند التسعة انت تقدر تحط ايه؟ خلينا نقول ان الواحد هنا عند الخمسة، تقدر تحط واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، عند التسعة ما تقدرش تحط غير الواحد بس. فايه احسن حاجة او ايه احسن سوليوشن ممكن تعمله او ممكن تضيف عنده او الحاجة اللي بتدي اختيارات كتيرة هي ايه؟ هي دي، ان انت تحط الواحد، ان انت ما تحطش الواحد اصلا، او ان انت تحط الواحد عند الصغير اللي هو الخمسة، تمام؟ طيب يبقى احنا لما نضيف عنصر هنشوف هو ينفع يتحط فين، وعلى اساس كده احنا هنعمل ايه، وعلى اساس كده احنا هنشوف هنقدر نحطه فين، هنقدر نحطه عند الصغير، تمام؟ طيب فانا هاجي هنا عند الواحد، الواحد احطه عند الاتنين. طيب الواحد ينفع يتحط فوق؟ اه حطه فوق. السبعة ينفع يتحط فوق ولا تحت؟ هو في كلا الحالتين، في كلا الحالتين هيحط، هيزود على الانصر واحد، تمام؟ طيب دي هنا الكيس التانية، احنا الكيس الاولى خلاص اتفقنا ان احنا لو في عنصر ممكن يتضاف في اي حتة مش هيأثر في الاجابة، هيتضاف عند المينيموم. طيب الكيس التانية ان الرقم ممكن يكبر ان هو هيكبر الانصر او هيزود على الانصر واحد، هو ممكن يتحط هنا او يتحط هنا، فايه الاحسن؟ الاحسن ان احنا برضو نحطه عند المينيموم. ليه؟ علشان الارقام اللي تيجي بعد كده احتمالية ان هي تكون، يعني احنا انا لو حطيت هنا السبعة فعند الواحد ما ينفعش تضيف غير الواحد بس، وعند السبعة ممكن تضيف من واحد لسبعة. طيب لو انت جالك هنا حطيت هنا السبعة، فيبقى انت بقى معاك ايه؟ عند التلاتة ممكن تضيف الواحد والاتنين والتلاتة، وعند السبعة من واحد لسبعة، فالأحسن إن أنت تحط فين؟ تحطه عند الواحد بس كده.
بعد كده تيجي عند الأربعة، ينفع تضاف فوق اه، نضيفها فوق، وبعد كده التلاتة نضيفها تحت، بس كده. تعال نشوف الكود. هو طبعا هنا هيبقى الواحد مع السبعة بس هو الايه، هو الإجابة بتاعتي اللي هي تبقى واحد. تعال نشوف الكود. في البداية هيكون معاك اتنين ستاك، هنبش في الستاك الأول أول عنصر، وهنمشي من أول تاني عنصر. امتى نعرف ان، خلي بالك بقى، احنا بقى معانا دلوقتي احتمالين، احتمال ان انت ينفع تبش الرقم في العنصر في الستاك الاول، او ان انت ما ينفعش تبشه في الستاك الاول. طيب لو ينفع تبشه في الستاك الاول، في حالة الواحد مثلا، لو ينفع تبشه في الستاك الاول، هتشوف هل ينفع تبشه في الستاك التاني ولا لا. لو لقيت الستاك التاني اصلا فاضي، فانت خليك في الاول عادي. طيب لما تعوز تبوش في، احنا خلاص اتفقنا ان احنا هنبوش يا اما في الاستاك الاول يا اما في الاستاك التاني. لو الاستاك التاني فاضي، فاحنا اتفقنا في الاول خالص عند الاتنين كده ان احنا نبوش عند التمانية عادي، تمام اهو. فلو الاستاك التاني فاضي، فاحنا هنبوش في الاستاك الاول. طيب لو الاستاك التاني مش فاضي، هنا عندك اتنين وهنا عندك تلاتة، والله هشوف لو انا ينفع ابوش في التاني هقارن، لو ما ينفعش ابوش في التاني يبقى هبوش في الاولاني. بمعنى ان هنا لو العنصر اصغر من التوب بتاع التاني، يعني ينفع ابش في الاتنين، ساعتها اشوف مين الصغير فيهم وهبش عنده، غير كده فانا هبش في الاولاني. دي ده في حالة ان انت ينفع تبش فين في الاستاك الاول. طب لو اساسا ما ينفعش تبش في الاستاك التاني الاول قصدي، فانت اجباري هتبش في الاستاك التاني. طيب بس خلي بالك ان هنا ممكن تكون في حالة السبعة، في حالة السبعة احنا شفنا عند الواحد وشفنا عند التلاتة، هتعمل نفس الموضوع، تمام؟ هتعمل نفس الموضوع. لو الاستاك التاني اهو هنا، لو الاستاك التاني كان فاضي اصلا، فهنبش في الاستاك التاني، او ان انت ينفع تبش اساسا في الاستاك التاني. يعني في حالة ايه مثلا؟ في حالة ان الاستاك الاول كان اكبر رقم فيه وليكن مثلا خمسة، والاستاك التاني اكبر رقم فيه تسعة، وانت عايز تبش الستة، الستة ما ينفعش تبش في الاول، بس ينفع تبش في التاني عادي، فانت تبش الستة. فيبقى يا اما الاستاك التاني فاضي، يا اما العنصر اصغر من التوب بتاعه، وبعد كده هتبش في الاستاك التاني، غير كده هتشوف مين المينيموم وهتبش عنده. وطبعا هنا خلي بالك انت بتانسر بلس بلس، لان انت بتبش رقم كبير بعد رقم اصغر منه، بس كده. نشوف الدي. الدي بيقول لك ايه، يعني بدون الخوض في التفاصيل، خلينا نخش على الرسم على طول. بيقول لك ان انت معاك تري، او بمعنى اصح كومبليت باينري تري. يعني ايه كومبليت باينري تري؟ الباينري تري يعني هي تري كل عنصر كل نود فيها عندها اتنين تشيلدرن، ليفت ورايت. طيب الكومبليت باينري تري ان كل نون ليف نود عندها تو تشايلد. بمعنى دي كده، يعني خلينا نشوف هو احنا هنا ينفع نسلس الدوائر، ماشي. دي كده باينري تري. ليه؟ لأن كل نود عندها two children، يا ليفت يا رايت. بس دي ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش غير ليفت بس، عادي ما الرايت ممكن يكون مش موجود. انما الكومبليت باينري تري تبقى زي كده مثلا، لو احنا نخلي دي كومبليت، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل كده، ان اي نود مش ليف، اي نود مش ليف لازم يكون عندها تو تشيلدرن. طيب بيقول لك بقى يا معلم ان انت كل ايدج هيكون مكتوب عليه رقم، يا صفر يا واحد، ولازم لازم لازم ان كل نود هيكون عندها، طبعا احنا عارفين ان كل نود طبعا احنا عارفين ان كل نود عندها تو تشيلدرن، يا زيرو يا وان، سوري يا ليفت يا رايت. بيقول لك بقى ان انت ممكن تحط هنا زيرو، بس اجباري ان انت تحط هنا وان، او ان انت تحط هنا وان بس اجباري تحط هنا زيرو. المهم ان التو تشيلدرن لازم الايدج الاولاني يا اما صفر يا اما واحد، الناحيه التانيه العكس، تمام. طيب فانت خلينا نفترض ان احنا معانا 3 دي، وليكن مثلا هنا زيرو وهنا وان. تعالى كده
نجيب كل ليف بقى المسافة ما بينها وما بين الروت. فالمسافة هنا هتبقى 1، وهنا هتبقى 2، وهنا هتبقى 0. دي كده الباينري تري، او ده الاري اللي هو هيديهولنا. هو بقى بيقول لك هل ممكن نكون باينري تري بالاري اللي انا هديهولك ده؟ ايه هو الاري؟ ان انا هدي لك الليفز المسافة ما بينها وما بين الروت، وفي نفس الوقت هو هيديها لك يعني سورتد بطريقة معينة. ان يعني بص، مثلا هو هنا في التري دي هيدي لك 1 2 0، ما ينفعش يدي لك 0 2 1. ليه؟ لان هو هيجيبهم لك بالترتيب من الشمال لليمين، ده ترتيب الليفز. تمام. طيب هو بقى عايز يعرف هل ممكن نكونستراكت باينري تري ولا لا. طيب انا علشان اعرف اكونستراكت باينري تري ولا لا، لازم اخد بالي من شوية حاجات. هنا مثلا الواحد والاتنين والزيرو، لو جيت خدت بالك هتلاقي ان اي نود المسافة ما بينها وما بين نفس النود التانية من نفس البيرنت دايما هتبقى بواحد. بمعنى النود دي والنود دي دول كده المسافة ما بينهم ايه؟ 1 و2. هتلاقي ان المسافة ما بينهم 1. ليه؟ لان اصلا الديستانس بتاعت الايه، خلينا نقول ان النود دي هتبقى ايه والنود دي هتبقى بي، ودي الديستانس بتاعت البي، دي بتساوي ديستانس البيرنت زائد الفي، وهنا ديستانس البيرنت زائد نوت الفي، او بمعنى اصح الفي اكس اور 1، او مقلوب الفي، او الفي معمول له فليب، قول زي ما انت عايز تقول. تمام. طيب هتلاقي ان ديستانس البيرنت هي ديستانس البيرنت، فيبقى المسافه ما بين ديستانس الاي وديستانس البي دايما هيبقى بيساوي ايه، او الفرق، يعني خلينا نقول الفرق ما بين مسافه الاي ومسافه البي، يعني خلينا نطرح دي ناقص دي، ماشي؟ ف ديستانس الاي ناقص ديستانس البي هتبقى بتساوي ايه؟ ديستانس البيرنت مع ديستانس البيرنت هتروح، ماشي؟ طيب وهنا هتلاقي ال في ماينص نوت ال في، يعني خلينا نقول ان احنا ضربنا اي واحدة فيهم في سالب واحد، فوليكن مثلا ديت لو واحد فديت هتبقى بصفر، فواحد ناقص صفر اللي هي بتساوي واحد. فيبقى الفرق ما بين distance ال A و distance ال B بتساوي واحد. طيب وبعدين تعالى كده نجيب أكبر قيمة في ال array، أكبر قيمة في ال array اللي هي عندها الاتنين. الاتنين دي هي أكيد جاية من وحيد كتير قوي، والصفر هي أكيد جاية من صفار. طيب تعالى كده نشوف باينري تري تانية، وليكن مثلا خلينا نكبر الباينري تري شوية. احنا طبعا كل ده خلاص كده عرفناه، مش عارف هو ليه مش ماشي. خلينا نرسم باينري تري كبيرة شوية. نحط القيم عشوائي. مثلا طيب تعالى بقى نكتب الليفز كل واحدة فيهم الديستنس بتاعتها. هتلاقي ان دي 1 2 3 4، هنا هيبقى 3. طيب 1 2 3، 1 2، لا سوري، احنا هيقول له كده 1 2 3 4،
وواحد اتنين تلاتة، واحد اتنين، واحد واحد، صفر. تمام. خلي بالك ان دايما 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 هتلاقي اتنين نودز ليهم نفس البيرنت، لازم. يعني انت هنا ممكن تلاقي نود ما يكونش فيه ليف من نفس البيرنت، بمعنى ان مثلا لو احنا جينا قلنا باينري تري زي دي، النود دي هي ملهاش نود من نفس البيرنت. ليه؟ لان النود اللي من نفس البيرنت ليها هي مش ليف، انما الاتنين دول هما ليفز. انت متأكد 1000000% ان في اتنين نودز ليهم نفس الايه، ليهم نفس البيرنت. ايه هما بقى الاتنين نودز اللي ليهم نفس البيرنت دول؟ 1000000% هما اكبر قيمة في الاري واكبر قيمة في الاري ناقص واحد، 1000000%. طب ليه؟ لان يعني خلينا مثلا نفكر كده، او نحاول نجيب باينري تري يكون اكبر قيمة في الاري فيها، و يعني النود اللي هي اكبر قيمة في الاري دي ما يعني تكون هنا مثلا، ما يكونش في الناحية التانية بنفس القيمة، أو بنفس القيمة. فساعتها ممكن مثلا نعمل ايه؟ كده كده احنا بس عايزين نثبت ان هي مش هتكون جنبها، يعني الأربعة والتلاتة دي يكون في قيمة ما بينهم، يكون في قيمة ما بينهم، وتكون وتكون مش بتساوي تلاتة ومش بتساوي أربعة. خلينا نقول كده مثلا، فهنحط هنا واحد وهنا واحد عشان نخلي ديت هي الاتنين، فطبيعي ديت هتبقى بصفر، هتبقى بواحد. هتقول لي ماشي، ما انا ممكن اشيل دي، ممكن النود دي تتشال خالص، يعني ممكن النود دي تتشال خالص. ما هي الفكرة ان ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ لان انت دايما ضامن ان دي كومبليت، يعني طالما هنا في واحد واحد ف1000000% هنا ديت هتبقى موجودة، وهنا القيمة بصفر. فالأربعة دي أنت متأكد 1000000% إن هيكون بعدها إيه؟ هيكون بعدها التلاتة. حلو أوي. طيب خلينا نمسحه. لو أنا مسحت الأربعة والتلاتة، يعني جيت مسحت دول، فين جيت مسحت دول، خلاص بقى احنا الحتة دي مش عايزينها، شكرا. لا مش كل ده، جيت مسحت دول، خلينا نكتبهم من أول وجديد. أربعة ثلاثة اتنين واحد واحد زيرو. طيب أنا جيت عايز أمسح دول، عايز أمسح الاتنين نودز دول. لو أنا مسحتهم ايه اللي هيتبقى معايا؟ هو كده كده طبعا النود ديت موجوده، هيتبقى معايا البيرنت بتاعهم. طيب البيرنت بتاعهم ده الديستنس بتاعته عباره عن ايه؟ يعني انا لو شلت الاربعه وشلت التلاته، مسحت دول، خلينا كده نمسح دول، البورد انا مش عارف مالها، مش مساعداني خالص. هتلاقي هنا الديستانس واحد اتنين تلاتة، وهنا واحد اتنين بس، وبعد كده واحد واحد زيرو. لو خدت بالك ان انت لما مسحت الاربعة والتلاتة اللي اتبقى معاك القيمة الصغيرة بتاعتهم. ليه؟ لان القيمة الصغيرة بتاعتهم هي اصلا اخر ايدج فيها بزيرو. انت لما تمسح الايدج اللي بزيرو ده كأنك ما عملتش حاجة. فلو انت مسحت التلاتة الأربعة والتلاتة فهيتبقى معاك التلاتة، ماشي. بعد كده عايز تمسح التلاتة والاتنين، هيتبقى معاك ايه؟ الاتنين، واحد واحد زيرو. بعد كده عايز تمسح الاتنين،
هتمسحها مع الواحد، لان انت علشان تمسح نود، علشان تمسح نود لازم 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 يكون جنبها، يكون جنبها يا اما عنصر اصغر منها بواحد يا اما عنصر اكبر منها بواحد، ساعتها انت تقدر تمسح من عندها. طب انا امسح منين بالظبط؟ امسح من عند العنصر الكبير دايما، تاني دايما امسح من عند العنصر الكبير، تمام؟ طيب انت عايز تعمل ايه بمعنى اصح؟ انا كل اللي انا هعمله ان انا عايز امسح التري دي حته حته. عايز امسح التري حته حته، كده كده انا ضامن ان الان لحد 2 في 10 اس 5، فانا ممكن امسح التري حته حته عادي. فهمسح التري حته حته، وفي الاخر انا كل اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل ايه؟ انا عايز اللي يتبقى معايا يكون متبقي معايا نود واحده هي اللي مش هينفع تتحذف، وفي نفس الوقت المينيمم إليمنت في الأري كله يكون بزيرو. المينيمم إليمنت في الأري اللي هو هيديهولي كله لازم يكون بزيرو. ليه؟ ما مستحيل يكون المينيمم إليمنت مثلا بثلاثة. طب فين النود اللي بزيرو؟ ما في إيدجات كلها بصفار، تمام؟ طيب وفي نفس الوقت الزيرو دي تكون متكررة مرة واحدة بس، ما ينفعش تكون متكررة أكتر من مرة، تمام؟ طيب تاني احنا عايزين نمسح التري دي، فانا همسح الاربعة مع التلاتة، بعد كده همسح التلاتة مع الاتنين، بعد كده لما امسح التلاتة مع الاتنين يتبقى لي اتنين، امسح الاتنين مع الواحد فهيتبقى لي واحد واحد زيرو، امسح الواحد مع الواحد يتبقى لي واحد زيرو، امسح الواحد مع الزيرو يتبقى لي كام؟ يتبقى لي زيرو. ايا كانت بقى القيمة اللي هتتبقى، المهم ان انا يتبقى معايا قيمة او نقطة واحدة في ال، يعني زي ما انت هتشتغل بقى، وفي نفس الوقت يكون حتة ان احنا عدد الاصفار اصلا، عدد الاصفار يكون صفر واحد بس، لازم تكون حاضرة exactly one zero، تمام؟ طيب الملخص كل اللي احنا هنعمله زي ما قلت لكم، احنا عايزين نمسح التري حتة حتة. طيب امتى تعرف العنصر اللي عليه الدور يتمسح؟ انت تمسح من عند اكبر عنصر، تاني من عند اكبر عنصر. طيب تعالى بقى نجمع واحدة واحدة كده عشان احنا هنكتشف حاجة دلوقتي. ده دي مش زي الوايت بورد. احنا هنكتشف حاجة دلوقتي، لما اجي امسح اتنين اتنين، انا لما بمسح عنصر بمسحه مع ايه؟ يا اما بمسحه مع عنصر بعده، يعني انا لو همسح العنصر اكس ده ماشي، يا اما يعني زي الاربعة مثلا، يا اما بمسحه مع عنصر بعده يا اما بمسحه مع عنصر ايه؟ مع عنصر قبله. طيب انا علشان امسح العنصر ده لازم امسحه مع عنصر يا اما اللي قبله ناقص واحد يا اما اللي بعده ناقص واحد، زي هنا مثلا الاربعة دي هتتمسح مع ايه؟ هتتمسح مع التلاتة. طيب يبقى كده لو انا هحط هنا الاربعة، فانا ممكن هنا امسحها مع تلاتة، او هنا امسحها مع ايه؟ امسحها مع اي تلاتة، لازم تلاتة أو خمسة، مش شرط تلاتة، بس احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ من عند أول قيمة، فأول قيمة هنا اللي هي تبقى بالنسبة لي ايه؟ اللي هي تبقى بالنسبة لي الأربعة، ماشي. طيب التلاتة ديت احنا اتفقنا ان احنا هنمسحها مع الأربعة. أيوة يا حبيبي، ما هو انت لما تمسحها مع الأربعة التلاتة دي هتتبقى زي ما هي، فانت هتضطر تمسحها برضو يا إما مع عنصر بعدها أصغر منها يا إما مع عنصر قبلها أصغر منها وأصغر منها بناقص واحد، تمام؟ طيب بمعنى أصح إن أنت عايز تجيب أول عنصر بعدك وأول عنصر قبلك أصغر منك. لو أول عنصر بعدك أصغر منك ده كان بيساوي الـ x ماينس 1، يعني خلينا نقول إن أنت بـ x والعنصر اللي بعدك أصغر منك كان x ماينس 1، ممكن تمسحه مع تتمسح معاه. أو أنت هو الـ x عايز تتمسح مع العنصر اللي قبلك يكون بإكس ماينس 1. في الحالة دي أو الحالة دي أنت ممكن تتمسح. طيب إمتى ما ينفعش تتمسح؟ لو أنت مثلا بإكس والعنصر اللي بعدك مثلا أصغر عنصر بعدك، يعني أنت إكس ناقص 3 والعنصر أصغر واحد قبلك إكس ناقص 2 مثلا، يعني مثلا هنا أنت بخمسة، النود دي بخمسة
والعنصر اللي بعدها مثلا هنا 2 والعنصر اللي بعدها من هنا ب 3. طبعا ده مستحيل. ليه؟ لأن الخمسة دي لو هي أكبر قيمة أو هيجي عليها وقت هتبقى هي أكبر قيمة، فلازم اللي بعدها على طول دوت يكون يعني أصغر منها بواحد، صح؟ أصغر منها بواحد. فالخمسة دي كده مش هينفع تتمسح، مش هتتمسح مع حاجة حتى لو كان في هنا أربعة. فطبعا ده مستحيل يا جماعة. ليه؟ لأن أنت لما أنت عايز أول حاجة تتمسح هي الخمسة، فالخمسة دي تتمسح مع الأربعة، بس هي مش جنب الأربعة. خلي بالكم إن إحنا واخدين النودز بالترتيب، هي مش جنب الأربعة، تمام؟ فأنت عايز أول واحدة أصغر منك بعدك، وأول واحدة أصغر منك قبلك، ولازم يكونوا أنت ناقص واحد بس كده. تعال نشوف الكود. دي فانكشن بتجيب لي النيكست سمولر ايليمنت، ودي فانكشن بتجيب لي النيكست سوري البريفيوس سمولر ايليمنت. دي بتتعمل ازاي؟ كانت بطريقه كده بالستاك، يعني اعتقد انتوا كلكم عارفينها، يعني بتتشرح في اي كوميونتي في ليفل 1. لو محدش يعرفها يعني، فاحنا لو هنشتغل على النيكست سمولر ايليمنت، انت بيكون معاك ستاك، وبعد كده بتبش بيبقى الستاك في البدايه فاضي. لما انت تيجي تخش على عنصر جديد، العنصر دوت طول ما هو اكبر من اللي موجود في الاستاك، يبقى النكست بتاع التوب بتاع الاستاك دوت هو ايه، هو العنصر دوت، وبتبوب من الاستاك، تمام؟ طيب ده ريفيو سريع عليها يعني، ماشي. بعد كده انت هتعمل ايه؟ هيبقى معاك ان عنصر، ومعاك كاونتر بيعد الاصفار. لو في البدايه خالص الانصر هتبقى بيس، والزيرو دوت هيبقى بواحد. لو هو مش بواحد الانصر هتبقى بنو. احنا اتفقنا ان عدد الاصفار لازم يكون 0 1. طيب بعد كده انت معاك النكست سمولر والبريفيوس سمولر. طيب انت هتيجي عند العنصر، لو العنصر بصفر هتكونتينيو، ممكن ما تكملش. ليه؟ لان الصفر مفيش اصغر منه بعده ومفيش اصغر منه قبله. طيب بعد كده لو اللي بعدك اصغر منك بيساوي انت ناقص واحد، او اللي قبلك اصغر منك بيساوي انت ناقص واحد، برضه هنكونتينيو. غير كده يبقى هنخلي الانسر بنو، وبعد ما اخلص هساوي ايه، هساوي الانسر بس. يبقى هي الفكره كلها ان عند كل عنصر لازم اصغر واحد بعده يكون هو ناقص واحد، علشان دوت يكون ليفت لنود وده يكون رايت لنود. كذلك الامر لو منفعش في النكست ينفع في البريفيوس. المهم ان انت لازم هتتمسح. هتقول لي طيب ما هو حاجه زي اللي احنا قلناها برضو، ديت تريك. لو الأربعة والتلاتة والاتنين، هتقول لي الأربعة مع التلاتة مثلا دول خلاص اتمسحوا، ماشي؟ طيب التلاتة دي مش هتشك عليها؟ لا، ده انت لازم كمان تتشك عليها. ليه كمان؟ ليه لازم تتشك عليها؟ لأن التلاتة دي انت لما تمسح الاتنين دول مع بعض هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك التلاتة. وعرفنا ازاي، عرفنا ليه احنا بنسيب العنصر الصغير. فالتلاتة لازم تتمسح مع الاتنين بس كده. طيب نيجي ل F1. في F1 باختصار شديد هيكون معاك 2 array، وليكن مثلا تعالى ناخد اول تيست نشتغل عليه. 3 3 3 3 وتحت 1 4 2 8. هتعمل ايه؟ انت هنا معاك 3 وهنا معاك 1. التلاتة دول تقدر تاخد منهم كام واحد؟ هناخد منهم الواحد، والاتنين الباقيين هيروحوا هنا. 2 و3 5. الخمسة مع الأربعة هناخد الأربعة ونودي الباقي الناحية التانية. الخمسة ناقص أربعة واحد. الواحد مع التلاتة أربعة، مع الاتنين يبقى 2، ونودي الاتنين الناحية التانية. 2 و3 5. خمسة مع التمانية هيبقى الخمسة. يعني انت بتاخد ال A of I minus ال B of I. ولو ال A of I minus ال B of I دوت كان أصغر من صفر، كان أصغر من صفر، ما بتوديش حاجة. تاني انت بتيجي هنا تاخد المينيموم ما بينهم، بنيجي هنا ناخد المينيموم ما بينهم،
وحاصل طرحهم من فوق لتحت الـ A of i ماينس الـ B of i لو هو أكبر من صفر بنضيفه على هنا. بمعنى أصح، أنت معاك هنا شوية مية ومعاك هنا حاجة فاضية، فأنت بتفضي المية دي هنا، واللي بيتبقى بتروح تفضيه هناك. يعني هنا التلاتة ومعاك واحد، فأنت هتفضي هنا واحد والاتنين التانيين توديهم على اللي بعدك وهكذا. تمام؟ طيب هنا بقى الواحد زائد أربعة زائد اتنين زائد خمسة، الإجابة هتبقى كام؟ بتساوي 12، وهي دي الإجابة اللي معايا. طيب أنت بقى معاك أبديتس، خلي بالك، تعال نبص على الإنبوت هنا. هو في الإنبوت هنا خلي بالك إحنا شغالين على الإيزي فيرجن، وفي الإيزي فيرجن الأري التالت ده ملوش لازمة، الأري التالت دوت ظاهر في الهارد فيرجن، ماشي؟ عفوا، هو ملوش لازمة هنا، وفي نفس الوقت برضو هتلاقي دوت يعني كله ب 10 أس 18، كله ب 10 أس 18، فملهمش لازمة. تمام؟ برضه هنا نفس الكلام، الاري التالت ب 10 اس 18 ودايما ديت ب 10 اس 18. الفكره بقى في ايه؟ ان انت معاك كويريز، وكل كويري هيكون فيها ابديت هتابديت لبايت، وعايزك تحسب الاجابه بعد ما تابديت البايت. هنا مثلا النقطه الرابعه هتابديت عندها 3 و8، يعني هي هيها كانك ما عملتش حاجه، فالاجابه طلعت 12. طيب لما جه قال لك عند النقطه الثانيه اعمل لي ابديت 5 و1، يبقى هنا هتيجي عند النقطه الثانيه دي وهتحط كام؟ 5 و1، 5 و1، ماشي. تعالى بقى نحسب الإجابة من أول وجديد. معاك 3 ومعاك 1، هنفضي الواحد هنا ونودي الاتنين الناحية التانية. 7، هنفضي الواحد هنا ونودي الكام؟ الستة الناحية التانية. 6 و3 9، 9 هنشيل منهم 2، هيتبقى كام؟ هنا هنحط الاتنين وهنودي السبعة الناحية التانية. 7 و3 10، 10 هناخد منهم 8، والباقي خلاص مش هيروح في حتة، يبقى المجموع كام؟ 1 2 4 12، المجموع 12. تمام، احنا بقى عايزين نحسب الكلام دوت. خلي بالك هنا ال n بكام؟ ال n ب 5 × 10^5، والكيوب 5 × 10^5 عدد الكويريز. فالفكرة بتاعتنا ايه؟ الفكرة ان انت عايز تجيب، يعني خلينا نقول ان تحت دايما هيبقى اكبر من فوق، فانت هتاخد مجموع اللي فوق، ماشي؟ انت دايما هتاخد مجموع اللي فوق ناقص اللي هيتبقى في الاخر. يعني ايه اللي هيتبقى في الاخر دي؟ تعالى كده نشوف تيست زي ده. خلينا نكلير البورد. تيست مثلا زي 7 و2 5 و3 14 و1. هنا السبعة مع الاتنين هيبقى 2، وهنا هناخد التلاتة وهنا هناخد الواحد. اللي متبقي كام؟ السبعة هيتبقى هنا 5، هناخد هنا هيتبقى هنا 7، هناخد منهم 1 هيتبقى 20. حلو؟ طيب انت اصلا مجموع اللي فوق كان كام؟ 7 و5 12، 12 و14 26، يبقى هما المجموع الكلي ليهم 26، وانت متبقي معاك 20، يبقى الإجابة كام؟ ب6. وفعلا هنا الإجابة بكام؟ ب6. يبقى مجموع اللي فوق ناقص اللي اتبقى في الآخر. انت بقى يا معلم عايز تحسب اللي اتبقى في الآخر ده. هتقول لي سهلة، لو انا عايز احسب اللي اتبقى في الآخر هجيب مجموع اللي فوق ناقص مجموع اللي تحت. هقول لك لا، مش شرط. ليه؟ ممكن تستسعي ده. 1 6 2 5 9 1، ساعتها هنا الواحد والستة، فانت هتاخد الواحد ومش هتودي حاجة الناحية التانية. الاتنين مع الخمسة يبقى هنا 2 ومش هتودي حاجة الناحية التانية. طيب التسعة والواحد، فانت هتاخد الواحد وخلاص مفيش حاجة توديها. فاهمين قصدي؟ فمش شرط، انت لو جبت مجموع اللي فوق اصلا هيبقوا كام؟ 1 و2 و5 اللي هم هيبقوا 8، مجموع اللي تحت 6 و1 8 8 و5 12، المجموع هيبقى بالسالب طبعا، ما ينفعش. طيب انا عايز احسب ايه؟ هي الفكره كلها ان انت لو معاك حاجه متبقيه، لو معاك حاجه متبقيه فهي هتاثر على اللي بعدك. بمعنى احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان الاي اوف اي ماينس البي اوف اي
لو اكبر من صفر فهو هيتضاف على اللي بعدك، صح. او بمعنى اصح، لو a of i ناقص ال b of i كان اصغر من صفر، بص الحتة اللي جاية دي، كان اصغر من صفر فهو هياخد شوية حاجات من اللي قبله، هياخد شوية حاجات من ايه؟ من اللي قبله. مش فاهم حاجة. بص تعالى مثلا لتست زي ده، امسح بس الكلام ده، فضلي التستين دول وهقول لك كل حاجة دلوقتي. تعالى كده نجيب مجموع اللي فوق هنا، مجموع اللي فوق هنا كام؟ 7 واحنا 26. مجموع اللي فوق هنا كام؟ 1 و2 8. حلو قوي، خليني دول على جنب، انا هعتبر ان انا هكسبهم كلهم. عايز اعرف في كام حاجة اتبقت في الاخر، احنا اتفقنا ان هيبقى مجموع اللي فوق ناقص اللي اتبقى في الاخر. اللي اتبقى في الاخر الخمسة ناقص واحد كام؟ سوري دي 9. 9 ناقص 1 كام؟ 8. 2 ناقص 5 كام؟ -3. الـ1 ناقص 6 كام؟ -5. صح. طيب التمانية دي هتأثر في ايه؟ هتأثر في اللي بعدها. فأنا ممكن أحسب صف اكس صم، التمانية هتأثر في اللي بعدها، فمش هيتبقى 8. طب -3 دي هي أصلا محتاجة حاجة، فهي هتتجمع على ايه؟ هتتجمع على اللي قبلها. طيب انت دلوقتي متبقي معاك 8، متبقي معاك 8. طيب انا عايز احسب اللي متبقي في الاخر، فاللي متبقي في الاخر انا لو جبت صف اكس صم فهنا هيبقى -3 دي متبقي معايا، صح؟ سوري، احنا محتاجين -3 وفي نفس الوقت في هنا 8، فهنا يبقى كام؟ هنا يبقى 5. طيب هنا انت معاك 5 وفي هنا -5، يبقى في هنا 0. حلو كده، انا جبت الصف اكس صم. الماكسيمم صف اكس صم بقى هو دوت ايه؟ هو دوت اللي هيتبقى معايا في الاخر. الماكسيمم صف اكس صم هو اللي هيتبقى معايا في الاخر. سوري، هي هنا يا جماعة 1 و2 3 3 و9 12، فيبقى 12 ناقص 8 اللي هي بتساوي الـ4، واحنا من شويه حسبناها كانت بتساوي فعلا الـ4. هتقول لي طب يعني ايه البروف لحاجه زي كده؟ ما هو انت دلوقتي مثلا خلينا نقول ان كان فيه هنا 7، ماشي، كان فيه هنا 7. طيب الحاجه اللي اتبقت في الاخر دي، الحاجه اللي اتبقت في الاخر دي -3، مش هي هتكسب من ال7؟ والـ5 مش هي هتكسب من ال7؟ لان ال7 دي هتروح ليهم، ماشي. طب ما هو كده يبقى مجموعهم كام؟ مجموعهم هيبقى -1، وفي نفس الوقت انت معاك هنا 8، او خلي ديت 9، بلاش 7، خليها 9، ماشي، ديت لو 9، فالتلاتة دي هتكسب من ال9، والسالب 5 دي هي هتكسب من ال9، وهيتبقى في الاخر كام؟ هيتبقى في الاخر 1، 1 مش -1. الواحد ده لو اتجمع على التمانية هيبقى 9، ودوت اللي هيتبقى فعلا في الآخر. بمعنى أصح، لو أنت معاك هنا 15 ومعاك هنا -3، الـ15 دي هتضيف على -3. لكن لو أنت معاك هنا 15 وهنا -3، فالـ15 هي كده كده هتتبقى في الآخر، مش هتأثر في اللي قبلها، فعشان كده احنا بنجيب الماكسيمم صفر صم. بس هي دي الفكره كلها. وخلي بالك ان الكويريز هنا اندبندنت، سوري ديبندنت، يعني كل كويري بتاثر في الكويري اللي بعدها. فممكن نجيب الماكسيمم سفكس صم ازاي؟ بسيجمنت 3 عادي كده. انت محتاج ايه؟ انت محتاج رينج ابديت، لان انت لما تيجي تغير في قيمه، خلي بالك بقى. طب بص تعالى نستلم الانبوت والحاجات دي، بعد كده نبقى نشوف السيجمنت 3 هتشتغل ازاي. في البداية انت هيكون معاك 2 array، هتستقبل الاري الاول، وهيكون معاك انصر هتجمع فيها. احنا اتفقنا ان الانصر مجموع اللي فوق ناقص الماكسيموم صف اكس صم تحت، فاحنا هنجمع الاري اللي فوق في انصر. بعد كده هنجيب الاري التاني، تمام. وبعد كده احنا عايزين نحسب الصف اكس صم، فانا هحسب الصف اكس صم
السفكس سم دوت هيساوي الاس اوف اي ماينس الاف اوف اي، الاول اللي فوق ناقص اللي تحت، وبعد كده هجمع عليه اللي بعده، وهابديت عند العنصر ده السفكس اوف اي. حلو. طيب بعد كده طبعا ده الاريت التالت احنا بنستقبله، بس كده انا عملت ايه؟ انا معايا سيجمنت 3 كل اللي فيها اللي فيها عند كل عنصر السفكس صم عنده. طيب انا لما اجي اغير في قيمة حاجة، وليكن مثلا يا عم مش ماشي هنا، مثلا كانت سالب 3 سالب 2 5، فهيبقى 5 سالب سوري 5 3 0. ماشي. طيب انا خليت النقطة دي يحصل عندها ابديت، عايز ابديت البوينت دي، بدل ما هي كانت سالب 2 وليكن مثلا، مثلا يعني كانت جاية من 3 و5 سالب 2، لا ده انا عايز اخليها 4 و1، يعني عايز اخليها ب3. ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي هتبقى 5 و3 هتبقى هنا 8، وهنا هتبقى 5 و سوري 8 وسالب 3 اللي هي هتبقى 5. ده معناه ان هي اثرت في ايه؟ اثرت في العناصر دي اللي هي من اول عنصر لحد الاندكس اللي انت واقف عليه. فكل اللي انت هتعمله هنقبضيت من اول واحد لحد الاندكس اللي انت واقف عليه العكس بقى. انت في الاول كنت بتعمل ايه؟ كنت بتجمع الاول ناقص التاني. طب انا عايز اشيل، فهجمع اسمه ده التاني ناقص الاول. ماشي. طيب خلي بالك دي هي رينج، رينج هي اديشن اند ماكسيمم، اللي هو انت بتابديت في رينج، بتجمع على رينج وبتجيب الماكسيمم في النهايه. تمام. طيب وبرضو هتشيل من الانصر الحته اللي انت واقف عليها. خلي بالك انت في الانصر كنت بتجيب مجموع اللي فوق، فانت هتشيل من الانصر مجموع اللي فوق، وهتعمل الابديت بتاعك، وبعد كده هتابديت في التري بقى من واحد لحد الاندكس برضو القيمه الجديده اللي هي الاي ناقص البي، وبعد كده الانصر بلس ايكوال الاي. طيب الاجابه بتاعتي هتبقى الانصر اللي هي مجموع اللي فوق ناقص الماكسيمم سفكس سم. طب انت معاك هنا التري ديت كل عنصر فيها عباره عن سفكس سم، يبقى انت هتجيب الماكسيمم اللي هو من واحد لحد الان، بس كده. كده خلاص خلصنا. اتمنى تكونوا فهمتوا. سلام عليكم.